الله شو محمسة إنه بكرة مسافرة على الأردن، مش مصدقة حالي. عمان؟ مش بس عمان، رايحة عمان، إربد، الكرك، السلط، وادي رام، البتراء، رح أبرم الأردن منطقة منطقة. جاهزة؟ كل شي جاهز، خلص I packed my bag وكله جاهز. حتتركي شقتك فاضي بهالفترة؟ ما عم تفكري تعرضي بيتك على booking.com لتطلعي مصاري؟ Actually لا، إنه أنا بستعمل booking.com دايما تأحجز الأوتيلات وهيك، بس ولا مرة تعرض شقتي. It's so easy. You just go to join.booking.com. الخطوات كتير سهلة وسريعة، بس لازم تحط شوية صور ومعلومات عن الشقة. شو هالفكرة اللي بتاخد العقل؟ الشهر الماضي لما رحنا على أمستردام، we listed our apartment on booking.com والمصاري اللي طلعناها غطت مصاريف الرحلة. واو شو هالفكرة الحلوة. مرحبا، صباح الخير. لو سمحت بدي اروح على الداون تاون. اوكي، اهلا وسهلا فيك. بدي اركب الكاب. يا ريت يا ريت. تسلم تسلم، ثانك يو. تسلم. ومن هون انطلقت متفائلة انه رح تكون رحلة من العمر. اخذت وعد على نفسي انه ما ضيع ولا دقيقة واستغل كل لحظة عم بكتشف جمال الاردن وشعبه. وين اخذنا هلا؟ يا ابو حذيفه، حاب اخذك على وسط البلد. افطرتي انت؟ لا والله جوعانه. اذا بدك الحقيقه جوعانه. في وسط البلد في مطاعم حلوه بتقدم حمص وفول وفلافل، اشي زاكي، مطاعم شعبيه هي. رح تنبسطي فيها. ايه اوكي. عال العال، مية مية. أهلا وسهلا فيك. حضرتك هون صاحب المحل؟ أنا وأنا مدير المحل. أهلا وسهلا، تشرفنا دارين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل، افطر معي، تروق معي. صحة وعافية. صحة وعافية، أنا أفطرت. صحة وعافية. أفطرت؟ أفطرت. طب كاسة شاي. شربت، الله يخليك. أهلا وسهلا. تسلم، قد إيه المحل هون؟ المحل بـ 56 فتاة. إيه. 56. نعم. احنا يعني محل روح شعبية، محل من الأماكن القديمة والتراث بالبلد. زبائنه احنا عندنا من يحكوها يعني من الإنسان البسيط للوزير والملوك والأمراء، كلها شرفت اجت على المحل هون. سمعت انه الملك عبد الله بيجي لهون. جلالة الملك حسين الله يرحمه، برضه شرف الأمير حسن، الأمراء، سفرات وفود، أجانب من برا، يعني على مستوى العالم كله إجا عندنا هون الحمد لله. يعني صيت المحل سابه. أنا أول ما قلت أنا جاي على الأردن كل أصحابي وناس ما بعرفها لازم تيجي تاكلي فلافل هون. قديش تشتغل هون الزحمة مع مدير المحل؟ أنا تقريباً من سنة 70 إلي هون. بسم الله. يعني كبرت أنت والمحل مع بعض، عندك أولاد عم؟ أنا عندي 5 أولاد وبنتين. إيه الله يخلي لك إياهم. 7 يعني. 7 مجوزهم؟ عندي 3 شباب متجوزين وبنت، عندي 13 حفيد. بسم الله. والله الله يخلي لك اياهم. عن الاكل عن جد رائع. الحمد لله، صحه وعافيه. اهلا وسهلا فيك. تسلم. يعطيك العافيه. بعد في عالم تقرا؟ طبعا اكيد. والله العالم ما قرات. قد ايه المكتبة؟ هاي مكتبة تاريخية من مكتبات عمان القديمة. نعم. يعني 5 سنة تقريبا؟ يعني فيها تقريبا حوالي 50 سنة. 50 سنة. نعم. هاي مكتب عائلتكم؟ عائلة. نعم. مكتبة لوالدي، واحنا مستمرين فيها اخوي وانا
وأولاد الأخوة يعني قائمين على هذا الأمر يعني سنوات عديدة. أنا سمعت المكتب انحرقت قبل فترة أو غير؟ نعم، هذا مستودع المكتب هو. هذه مستودع خزانة الجاحظ احترق والله، وللأسف يعني الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. وانت هذا اكيد بتشجع القراءة باللغة العربية صح؟ انا بشجع القراءة كمان من خلال طريقة، هي طريقة استبدال الكتب. انا هنا عندي اشتراك في خدمة تبديل الكتب، يعني في للمرة الاولى اشتريت كتاب، بعد قراءته بستبديل كتاب اخر بمبلغ بسيط. عندنا يعني شعبنا العربي بيقرا، لكن العائق الاقتصادي هو اللي بيمنعه عن القراءة. فانت عم تحاول تساعد؟ يعني بحاول انه من خلال هاي الطريقة انه احفز القارئ ويظل مستمر في القراءة. قد ايه بتريد؟ هذا 4 دنانير، طبعا بعد قراءته بتستبدلي بدينار باي كتاب. خلص من عيوني، بس ثاني مرة ارجع ازور الاردن بجيبه معي للكتاب. ايوه بتشرف فينا وبترجع بسلامة. بالاحتراف. هدول الشغلات هدول جديدة يعني بالسبورت. إذا بدك شغلات يعني في زي هيك مثلا، هذا زي هيك بسموه هذا توب اليشمك. يشمك؟ هذا تعطوه الكرم. هيك شيء إذا بتحبي هذا توب السلط وتوب القدس اللي هو المناجم. هذا بيشمل توب السلط والقدس. الفرق شو إذا اللون ولا طريقة الديزاين؟ هلا هو الدقة تبعه اللي هو التطريز تبعه. هذا المناجل بيشتغلوا بس القدس والسلط. هذا التوب عرفت علي؟ يعني هذا توب يافا، يافا وخيفا، يافا بتلبس أبيض. عرفت علي؟ فكل بلد لها توب. يعني كل بلد القديم لها توب. هلا صار جديد توب الكوفية، سواء الكوفية الفلسطينية أو التوب الهاشمي اللي هو الأردني. طيب شو أكتر شيء تقليدي؟ إذا أنا بدي أكتر شيء تقليدي، إذا بدك أكتر شيء تقليدي في هذا توب الشرحات. هذا التقليد الصح التراديشنال اللي هو بيشمل بين فلسطين وبين الأردن، لأنه الجهتين كانوا يشتغلوا نفس التوب. حلو هذا بيجي قصاته اكس سمول، بيجي شغل من الامام والخلف. طب وهيدول شو؟ هيدول بس على الطريقه الحديثه يعني؟ هدول على الطريقه الحديثه، مثلا عباي بشت طلعي هيك شيء، يعني هيك شيء. هذا بشت بلتبس بتلبسي بنطلون وبلوزه وفوقهم. هدول الشغلات احنا طورناها وزدنا عليها هيك. وله التوب التقليدي اللي زي المثل اللي فرجيتك اياه، هيك شيء عبايات. هلا هاي في منها قياسات، هذا على القصه احنا حدثناها، هي على القصه الصيني بس عليها تطريز. هاي اللي بلغبوها الاجانب اكثر يعني. ورجيني من هيدا، اعطيني اياها قياس واحد. ورجيني من هيدا. هلا خلص، هي هذا واحد. هذا عندك زيرو؟ لا هذا واحد ما هو معاه حزام. فيني اسف برطبط بس دقيقة. هذا بتوقع هذا توب يجي عليك على القد هيك بتحس؟ لانه هذا قصص صوته كبير. انا هذا لسه هلا مربوط لك حزامه يعني، بس شيلنا من طرف بعد اذنك. بتقدر تحسيه هلا هيك ما بيفتح؟ لا ما مو مفتوح. انتوا في عندكم نسوان يعني بيخيطون ولا ما بتشتروا؟ لا هدول هلا هذا مو يدوي، هذا كله صناعة مكنات. عرفت علي؟ وفي هون النسوان بيشتغلوهم، بس هذا كله مكن، بس مكن محدث يعني، مكن بعطيك الغرز اليدوية. هذا يعني كبير شوي، بس هلا له طريقة بالحزام. خلي لك اياه اكس سمول. وهيك شايفين كيف بين؟ هذا على النمط الجديد. هذا كثير حلو. قد ايه اسعاره؟ هلا الاسعار متفاوتة، عندك يعني ببلش من 15 لغاية 150 جنيه.
وال 150 دينار بس شغل ايد؟ لا، ال 150 دينار ما كان. بس ما كان شغلة ايد. يعني في عندك هاي فكرة جديدة جنب السوق. هذا هلا مودرن صرنا حديث. بس حديث عرفت علي؟ هلا ال 150 دينار تشتري لك توب يدوي، تشتري لك توب اخف من هذا، جيبوا لك، لأنه اليدوي هلا صار غالي. هذا ال 150 دينار، هذا دبل كلوش. شو حلو هذا؟ هذا 150 دينار. يجي دبل دبل كلوش. ولو هون لشو بيشتروا بلبسوه على الأعراس؟ رمضان. في عرايس بلبسوه، في رمضان لاستقبال الضيوف، لمؤتمرات بخدوه. هذا ثوب السمك. هذا بيجي على قد الجسم. هذا كمان حلو. هذا على قد الجسم. جامة صغيرة. تعال بنقيسه لهذا. شغل مصنعنا. هون شو روم للمصنع تبعنا. كيف طيبة؟ يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، صحة وعافية حسنا. حلويات حبيبة من هون؟ لا لا قدام. قدام. شكرا. حبيبة من هون؟ شعب هيك شعبية، حياة بساطة هيك. في ناس عايشة بوسط البلد ولا هي بس محلات ومطاعم وهيك؟ لا لا لا، في ناس عايشة من زمان زمان، من يعني انت عم تحكي عن 50-60 سنة بيكونوا في ناس عايشة فيها. وبعدك محافظة على حالها، لك البيوت القديمة وهيك؟ نعم نعم، في بيوت محافظة على تاريخها لسا. وفيها مدرج الروماني في وسط البلد كمان. يعني قد ايه بدك شي ساعتين ثلاثه تبرمها كلها تقريبا او اكثر بتحس؟ يعني نحكي بثلاث ساعات بالرينج. Thank you.
قد ايه عمر البناية؟ تقريبا 94 سنة. وهي شو كانت؟ هو أقدم مبنى بريد بعمان، نشأ 1924. أو أنشأ عبد الرحمن باشا مالي، أول شيء كان بوست أوفيس. بقي بوست أوفيس لحد عام 1973 استأجر رفيق الحريري وحسن علان أبو نبي، هذول اثنين فلسطينيين من حيفا. كبروا المكان وعملوه فندق، سموه فندق حيفا. رفيق الحريري مش رئيس وزراء اللبناني القديم. اوكي. بقي فندق لحد عام 1996، الحرب الخليج وانتفاضة غزة انهجر لل 2001. في 2001 استأجر السيد ممدوح بشارات من عيلة ماضي. رجع أجاره سنوي، هلا هو مكان مجاني ما عم يدخلني. 94 سنة بتخيلي كم ناس كان كمان عم تمشي من هون بالضبط، كيف حياتهم من قبل 94 سنة ونحن هلا. جد فعلا. وين كنا وين صرنا؟ عن جد تحس الحياة قبل كانت أبسط ولا أكيد كانت أبسط؟ أبسط أحلى. بعدك تكبر يا سيدي؟ هوايا؟ أنا بطلت مذكرات. أو أنا كمان. هيي معي. عملت اليوميات يعني. أنت عندك واحد كمان؟ أنا كثير بحب لأنه بحس في شيء حقيقي لما تكتبيه على الورق. أحلى إنك تقولي لحدا. انك تقولي لحدا مش حيضل عند هيدا الحدا. ما في شيء بهالوقت بيبقى بين اثنين. ممكن بزلة اللسان او انه متقصد يأذي. صح؟ لا هي ورقة وانا ما حسيت. كيف بتتخيلي كانت البيت قديمة؟ ما بقول انه اكيد لاي شيء. طيب لا بالنسبة للزمن القديم هي ما عيب اوصفها بها. قبل أحلى، قبل ما يصير هذا الحكي كله أحلى، قبل ما يكون في السيارة تتطور كله أحلى. قد ايه عمرك؟ 20 هالقد. واو. ليه بتحبي تكوني هون بهذا المحل؟ ليش بتحبي تكوني هون؟ وخاص بالشكل أخذ برضه إنسي فلسطينية يعني جد. ليش بحبه؟ هلا يمكن ما قلت لك أنا كل شيء قديم بحبه. في هيك في جو في طعم. هلا أروح أقعد بكافيه كل شيء جديد، مكيفات، تلفزيون، إنترنت، حتى مش طالعين غير جو بس برضه الإنترنت جزء من العقل، جزء كبير كمان. أما قبل حتى لما نشتاق مجرد كاسة شاي مع بعض يعني إلها طعم غير. صح؟ عن جد يعني هذا منظر المحل عم بيها كشك عم بيها كتب قديه صار قليل موجود بالعالم. كتب صارت تنباع بالشوارع. أحلى بتسوى بيمشي فيها بالمحلات المكيفة. بس مش عم تقول عن تنباع؟ منيح بتسوى تنباع كمان شوي رح تنخرب. أكيد. قعدت وفكرت بيني وبين حالي قديش الماضي مهم لأنه هو يلي بيبني الحاضر، وقديش لازم نقدر تاريخ جدودنا لأنه هن يلي بيأسسوا البلد. وما قدرت ما فكر قديش مهم أنه الأهل ينقلوا عادات وتقاليد البلد لأبنائهم تتضل عايشة جواتنا وجوات الأجيال الجديدة. خبروني شيء عن المدرج الروماني، خبروني إذا حدا بوقف هون على هذه الزاوية، بتعرفي هذا التليفون المكسور؟ وحدا بيحكي وحدا تاني بيسمع من هون، أنت رح تسمعي أنا شو قلت. أوه ماي جاد. أنا منيحة، أنت كيفك؟ تمام. دعاء عم تسمعيني؟ أنا سمعتك.
شو أخبارك اليوم؟ قد ايه عمرك يا دعاء؟ قد ايه عمرك؟ 15. العمر كله ان شاء الله. دعاء عن جد ايه؟ مش مزح. ثانك يو. ما بك. قعدت على المدرج ومن خلف الحضارة القديمة وبوجه الحضارة الجديدة طلعت قدامي واستكشفت من حولي وفكرت بالعصر يلي وصلنا له، عصر التواصل الاجتماعي وقديش الدنيا تطورت. وهون شفت شي لفت لي انتباهي، هيدي المدينة يلي بوجهي يلي بتنبض بالحياة وبتتميز بالتقدم الهائل ممكن تصير جزء من التاريخ بعد 100 سنة. هوني كيف الأسعار بوسط البلد؟ يعني إذا بقولوا لك سعر إنت عم تشتري شيء، ناقش السعر ولا بشتري مثل هو؟ لا فيك تناقشي طبعاً، كونه شعب يعني هيك فيك تناقشي وبالعكس برحبوا فيك. حبيت أصوات وضجيج الأسواق يلي كانت مفعمة بالحياة، كل صوت سمعته كان فريد من نوعه وترك أثر بداخلي. شو كنت عم تقول؟ خبرني عيدها مرة تانية. هاي الحواري العنب. هاي حواري العنب. دوالي العنب. دوالي العنب. عريري العنب. قولها مثل ما كنت عم تقول. نحن بدون الجرجير نضيف حرير الدوالي عنب. هلا بلد العنب، دوالي عنب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كنك مو من هالبلد، انت جايتنا زياره لهون؟ ايه جايتنا. اهلا وسهلا فيكي. عم تاكلتي للمسخن؟ اكل المسخن بس مش من الاردن. على سبك اليوم؟ لا حبيبتي تسلمي، بالله عليك. شوفي انا عم مسخن يعني فيكي وبلاك، بما انك انت ضيفتنا في عمان، اليوم اكسبك انا. داوين بدي افرجيكي هلا موسم الزيتون عندنا هلا. شوفي ما احلى انواع واشكال الزيتون، انواع واشكال. طلع النبالي والبلدي والروماني والاسود. هلا موسم الزيتون. طبعا انا الزيتون من الشمال اللي عجلون وجرش ودبين هاي المناطق كلها من عندهم الزيتون، جيبوا لنا اياه لهون من الأرض للسوق. من الأرض طوال السوق. أنا وصلت فيك اليوم ضيف. تسلمي حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. أهلا. اليوم رح افرجيك اللي مسخن على الاصوله. بدي تبلشي معي من ايتو زد عشان تتعلمي صح على الطريقه الاردنيه الفلسطينيه صح 100%. دائما على المسخن في هيدي الدباجه، هل هي اكله اردنيه او اكله فلسطينيه؟ لا هي الاساس اكله فلسطينيه. المسخن معروف الاكله الفلسطينيه. ايه. واذكى شيء يا دارين لما بيعصر الزيت. ايه. ويكون الزيت فريش. وسايتها تعالي شوفي ستات البيوت كيف بتفننوا فيه. والزيت الأردني. والزيت إشي غير شكل، يعني إشي من الآخر طعم ونكهة ولون ومن كل شيء وريحة بتجنن. أنا كل شيء مجهزته، بس هو المشكلة اللي نقصت علي البصل. يعني أنا شو حظي منيح لتروحي أنت على السوق تجيب البصل؟ سبحان الله كتير ممتاز اليوم. إنه بس هي نقص علي البصل الكمية مشان العيلة تبعتي، فنزلت أجيب البصل والجاج مجهز وجاهز، هيك بس أشطفه شوية
شايفة؟ تستعمل صدر وفخذ كله. اه صدر وفخذ كامل، انه عندي من الاولاد اشي بحب الفخذ واشي بحب الصدر. فبتعملي وحده ملفوفه بالصدر وحده ملفوفه بالفخذ او بهن بحق؟ لا لا لا، هلا هلا استني شوي، هلا بفرجيكي يا من طقطق. السلام عليكم. هلا هيك انا الجاز صار جاهز عندي، بحط زيت الزيتون شوي. هيدي كانت اول مره بحياتي بساعد باعداد طبق المسخن. المسخن بالأصل أكلة فلسطينية واشتهرت كمان بالأردن وصارت من أطباق المطبخ الأردني والفلسطيني على حد سواء. بدك تسلقيه أو تحمريه؟ لا بس من قلبه مشان تروح الزنخة، زنخة الدجاج. شايفة بس بقلبه شوي، بعدين بحط له المية السخنة. حطينا البصلة هون، بس تدبل شوي البصلة يصير شوي شفافة. أيوة شفافة شوي. هاي الدجاج حطينا هون. كل قد ايه بتعمل مسخن بالبيت؟ والله على هو طلبهم، أيام بعاقبوني بصير بدهم كل أسبوع. قد ايه بتستعملي بصل بالمسخن؟ شوفي لأن أنا عائلتي ما شاء الله منيحة، تقريبا بسهلك من 8 من 7 ل 8 كيلو بصل. لأنها هي اصلا اساسها البصل. صح، اساسها البصل والسماق. هاي الزيت والسماق هاي تكمله، بس هي الاساس عندنا البصل. كيف امتى بلشت تطبخي؟ قد كان عمرك لما بلشت تطبخي؟ 15 سنه. كنت تفوتي يعني مع امك على المطبخ؟ هلا حطيت ورقه الغاز والقرفه وحبات حال مشان نطيبها للدجاج. اوكي هلا بدي اجيب المي المغليه. هاي المي المغليه. هاي اول خطوه احنا سيطرنا عليها. اوكي هلا بدي اسكرها واخليها مفتوحه؟ لا لا سكريها عادي. ايوه هيك خلصنا البصلات ولا دمعه. الله يخليكي مبسوطه في حياتك. شفتي كان عندنا مثل يقول الكفو من بصل بتدمع معناته بتخاف من حماتها. انا حماتي لذيذه الله يرحمها هي، بس كانت كثير اموره. هلا شوفي البصل. زيت الزيتون اساس. زيت مازورنا، زيت قلي، لا زيت الزيتون الاساس. طلع 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 ما احلى لونه. ويلا وسقسق. طلعي طلعي شمي الريحه هلا. طلع شوفي الريحه ما اجملها. طبعا هذا روحه زيت الزيتون. صح، قد ما حطيتي لي زيت زيتون لا الخبز بتغب غب. صح، هي المفروض تكون هيك يعني. صح، سقسق وطريه. خليني احطه هون انا بدي نار. خلاص هلا هيك بسيبه بس تسكي على النار، بس يبلش يعمل تشكشكي. هاي بضلني كل وين وين اضلني قلبه. بس يدبل بحط له شويه توابل، هذا مشكلين احنا قلنا بهارات السبعه، شويه فلفل اسود، معلقه كمون مشان النفخه لانه البصل بلعب لعبته مع القولون. يعني بناكل مسخن ومنام. ابدا. اخر شيء بحط له معلقتين سماق الاساس للمسخن. وبكون استوى خبز بلادنا هذا. شايفه شوفي كيف احلى. هذا بنمسكه هيك هلا رح افرجيك كل خطوه بخطوتها، وبنغطه بالزيت وبنعصره وبنفرده بالصدر، بنرش عليه البصل، وبعدين بعد ما نرش عليه البصل نرش له رش السماق، بنحطه للمكسرات، ونكون حمرنا الدجاج بعد ما استوى بنحطه بالفرن بنحمره وبنحط كل هذه على قطعة Thank you.
شو رايك بالمسخن؟ يعني سلم ايديك وايديك اخذ منه وقت؟ لا بس نهار لا بمزح ما اخذ منه الوقت. هو صحيح ممكن يتعب شوي مع انه والله بحسه بسهوله يمكن لاني انا متعوده على الطبيب. بس بالاخر بده يطلع. لا يلا هلا ابن فادي الله يرضى عليك هو اللي ضيفنا هلا انا وياك بما احنا تعبانين فادي عم بيعززنا هلا هلا بده يدللنا. انا بحب الصدر. سلام. احنا هون متعودين على اكل الايد يعني المنسف عندنا صراحه ما بتاكل الا في الايد. المسخن في الايد بوطو يعني مش اطيب من اكل الايد. في بركة. شو ما بدها حكي. سلم ايديك. سلم ايديك. صحتين عن جد كثير كثير طيبه. صحه وهنا. استقبلوني ببيتهم وحضنوني وعملوني كوحده منهم. حسيت حالي ببيتي. هيدا الشيء خلاني اكتشف كرم وحسن ضيافه اهل الاردن، واكتشفت انه الشعب الاردني مش دغري ممكن ياخذ ويعطي مع الغريب، ولكن هيدا التصرف مش صادر عن غرور او شوفه نفس ولكن عن خجل، وهيدا الشيء زاد محبتهم بقلبي. نصيبك اليوم انه لقيتك بالسوق وتعرفت عليك بالسوق وحبيت اطعميكي المسخن لانه قلت انا حابه اعمله اليوم. بسعي قلب البصلات اللي حلوني عندك ولا يمكن بقلب السوق حبيبتي. كيف شفت هالشعب وهالسواق؟ شعب طيب، شعب طيب وكريم وبرحب بالضيف كثير عن جد كثير حلو. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شو اسمك؟ الحمد لله ماجده. انا دارين. اهلا وسهلا ماجده. انت من هون؟ انا اصلي من الكرك بس عايشه هون بعمان. ايه قديلك هون عايشه بعمان؟ لي 6 سنين. كيف تقضي وقتك هيك بعمان يعني خبريني شو بتعملي انت؟ هلا انا كاتبه بكتب قصص اطفال. والله اوكي. طبعا انا كنت معلمه بعدين قاعده صرت يعني بعدين مديره بعدين قاعده. صرت هلا يعني بكتب قصص اطفال. اصدرت اول مجموعه قصصيه اسمها طفله الفرح. طفله الفرح. اوكي. وشو رأيك كيف الواحد بيجمع بين الحاضر والماضي؟ بيجمع ما بين شو كان يعني زمان كانت اللمة كانت الناس تقعد مع بعضها أكثر. الجدة موجودة تحكي حكاية. هلا الجدة مشغولة حكوات. كان في حكوات حتى الجدة بالعلى الفيسبوك قاعدة حتى الزيتة فيسبوك حتى يعني مش فاضي هلا كمان عرفت كل إشي وبتشتغل على هاي المواضيع وبتحب يعني امي بتقول لي نزلي اليوتيوب هلا بدي اضل عليه الفيسبوك بطل ينفع معاها. بسم الله. قد ايه عمرها امك؟ امي عمرها 65. 65 بتحب تقعد على يوتيوب وفيسبوك؟ بتحضر فيديوهات كروشيه وشغلات هيك بتحب تحضرها من على اليوتيوب. طب وبرايك كيف فينا نخلي هذا الشيء اللي بماضي تبعنا بالعراقه تبعنا كيف فينا نخليه مع كل هذا التطور اللي احنا عم نعيشه بهيدي الحياه؟ اولا يعني بدنا ننوه عليه بالقصص ونجذب الطفل للكتاب. فعملنا مبادره بالعطله الصيفيه اسمها عطلتي يعني بمكتبتي بالعطله افضل. فلفينا على المكتبات وعملنا اي هيك اليوم بمكتبه وعملنا معهم ايام هيك يعني بالكتاب واعطيناهم العاب مرادفات الكلمات مثلا بيت شعر انت حافظه قصة طرفة فزورة. هاي الأشياء بتخلي الواحد شوي ينفصل عن موضوع السوشيال ميديا هاي اللي أخذت الواحد. تعرفي شو أحلى شيء هلا شفته بعمان اليوم؟ إنه بعد في مكاتب مكتبات وبسطات عم بيبيعوا كتب هيك. هذا الشيء يعني ببلاد عربية تانية أو بلاد أوروبية كثير ما بقى تشوفيه. لا إحنا موجود وبناتي بروحوا بيستعيروا منه بحبوا يقرأوا روايات. بعدين هلا بدي اصدر مجموعه جديده اسمها فتاه الفرح. فهي لما بتكبر شوي بتصير صبيه. بعدين سيده الفرح راح تكون يعني يا اما روايه يا اما مجموعه قصصيه بتتحدث عن او يعني بتخاطب الست لما تصل في مرحله معينه الان كيف بدها تتعاطى يعني هلا مثلا الستات اللي هم الصبايا اللي بيتزوجوا يعني بيفتقروا لشغلات كثيره. مثل شو؟ بيفتقروا مثلا كيف تربيه الاطفال، كيف تعامل مع الزوج، تعامل مع الحمايه، تعامل مع الام خصوصا لما بيتزوجوا لساتهم بدهم يضلوا مقترنين امهاتهم. صح.
فهاي شغلة الاحترام، شغلة مثلا انه يعني انا الان علي مسؤوليات لازم اقوم فيها، حتى المطبخ يعني ما بدهم يدخلوا المطبخ مرة. فيعني الان هي سيدة الفرح انه انت كيف تخلقي من نظام العمل اللي هو الضاغط له مع نظام الاطفال، او يعني اللي هو الاطفال جو الاطفال، كل هاي المسؤوليات كيف انت تكوني فرحة؟ يعني بس والله وجهك بشوش. الله يسعدك. فالواحد يعني بيقدر يصنع السعادة وين ما راح. صح. يعني حتى بعد التقاعدي انا هيك حسيت حالي انه في فراغ او مش قادره يعني اضلني هيك ما بعمل ولا إشي، حسيت حالي انه كانه في إشي ناقصني. فقلت لا، لازم مثلا خبرتي الان اللي انا يعني موجوده عندي ما لازم ابخل فيها على غيري. صح. فقررت بلشت تكتبي كتب. ايوه بالضبط. برافو عليكي، انت مثال للامراه الاردنيه الناجحه. الله يسعدك. والامراه الاردنيه اللي عارفه كيف تحافظ على بيتها وتحافظ على عاداتها، وبالذات الوقت تكون منتجة بالمجتمع. مدام انت عندك طموح، عندك إرادة، عندك يعني انك تعيش، تحب تعيش، لا تصنع يومك. شو اخذت انت، شو تعلم الاشياء اللي اخذتيها معك من امك وهلأ بدك تعطيها لبنتك لما تجوزت؟ هلأ انا يعني تعلمت من امي انه هي ما شاء الله يعني كل شيء بيطلع منها. يعني قادرة على انها تصنع شيء. يعني اكثر شيء مثلا كان بالنسبه لي انا انه امي ما كانت عندها راتب شهري، ومع هذا كانت مدلليتنا، فكيف كانت توفق هذا الشيء؟ يعني شو اللي خلى انا مثلا عندي، كان عندي راتبي وكنت يعني اروح واشتري لهم، بينما امي ما كان عندها، ومع هذا كانت تقدر. فهو الانسان بس انه يكون بده يعمل، صح، بده يكون يعني ايجابي بيقدر. فما شاء الله عليها، يعني كانت كل شيء بتعمله، تعمل مخللات، تعمل المدروس، تعمل يعني تشتغل حتى بالبيت، يعني تعمل شيء. فما كانت تقعد يعني. الله يوفقك ويخليك على راس بناتك ان شاء الله، وكل احلامك تتحقق، وطاقتك الايجابيه وضحكتك وعيونك هيك بشرقته ان شاء الله، بشرقته بالنور. وهلا صار لازم اتجه على منطقه ثانيه، بس مش رح انسى عمان وشوارعها الحلوه وشعبها البسيط والطيب. عمان علمتني النخوه والشهامه، علمتني معنى التراث الحقيقي، وما في شك انه كرم الضيافه طبع اصيل بيتميز فيه اهل عمان. يا ريت بقدر وقف الزمن شوي وحس بهاللحظه لوقت اطول، بس الشيء اللي بسطني إنه رح أملى صفحات كتابي عن روائع الأردن وعن تجربتي يلي ما بتنتسى. انا عن نفسي بحبش اطلع من الصف. كيف ان شاء الله زاكيه 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 100%.